نازحين في مخيمات الشمال، والآن هو فصل الصيف ونعاني جدا من موضوع مرحلة البوز ومبوز والبرادات عامة، علما أنه نحن في منطقتنا كان عندنا برادات وكنا مأمنين حولنا من كل شيء، بس الجيش أسد ميليشيا أسد عفشوهن وخدوهن، والوضع صعب كتير. يعني إذا بدنا نطبخ الطبخة بعد 4-5 ساعات على الكب، ليش؟ لأنه نحن عمليا وقوليا أنه لوح الزقف تبعنا هو عبارة عن لوح توتي صاج 3-4 ميلي، فعم نتبخر تبخير تحت المني ونسأل الله الفرج. ففي أخ هون يسمى أبو علي بادر ببادرة أنه قدم للمخيم مرحلة البوز عامة ببلاش. صار لي 5 سنين عم يستوي بالبوز، مع انه هالسنه يعني شوب كتير، ونحن طبعا مخيم لوح هو صاج، ونحن عدد افراد يعني المخيم 300 عيلة، ووضع ازمه هالشوب حارقه. اتضح علي انه بدي اعمل لي شغلي فيها العالم فيها في هالمخيم، لانه وقت بيجي انسان عندك وما هو حامل مصاري بدي يشتري بوز وما معه بوز، يعني وضع المعيشه صعب. قلت بادر انا واحد الناس، بلكي غيري يعني من اهل الخير مثلا يعمل نفس المشروع، وصرت وزع بوز لحتى اشوف بسمه عيد بسمه على الاطفال على هالناس الموجوده. هو الشغلة يعني قليل كتير قدمتها أنا باعتباري، بس بلكي بتنفع غيري بشدة هالشوب الحار، باعتبار مخيم يعني مسقوف من توتي وشوب حر شديد لدرجة لا توصف.